بس احنا قبل ما نتكلم بقى، احنا بعد دلوقتي الناس كل واحد شايل سلاحه في جيبه، كل واحد طلع سلاحه على الترابيزه دي. انت عامله لجنه؟ عامله لجنه. حضرتك دلوقتي معاك سلاح ولا لا؟ لا لا طبعا. ليه هو معهوش سلاح؟ لا اولا مصر الحمد لله. لا لا استنى، طلع سلاحك يا محمود. طلع سلاحك. انا حدوته تانية يعني. لا طلع سلاحك يا محمود. مش هتطلع سلاحك ولا لا يا محمود؟ لا 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 ارجوك ارجوك. انا معايا طبنجة يا جماعه اهو. صوت حضرتك عرفت منين انها صوت؟ لا دي 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 عرفت منين؟ يعني ممكن اضربها دلوقتي يحصل حاجه؟ لا ما يحصلش حاجه. لا اضرب يا جماعه ولا هتخافوا؟ ما فيش اي حاجه. ما رجعتيش اصلا كده، ما خدتش. انتوا شايلين منها البتاع ولا ايه؟ مفيش الاجزاء. لا اعمل ايه؟ تعالى تعالى عبد الكريم وريني اما اشوف. اولا دي هتاخد ايدي يعني تقيله. معقوله في ست تشيل المنظر ده؟ يعني انا عايزه اسال، معقوله في واحده ست يعني مثلا عملت لك كده هتخافي يا عبد الكريم ولا تخاف ولا حاجه؟ وريني يا سيدي. حضرتك عرفت على طول انها صوت. طب يعني فين طبنجتك؟ اي بس انا بس يعني ده حاطط ايده بقى عليها. ده مش صوت. ها لا لا وحياتك يا محمود، مش عايزين حوادث في الاستوديو. ما فيهاش حاجه خالص. ما فيهاش؟ لا طلع الرصاص منها. ايوه كده. ايوه اداني بقى العب بيها. لا خلي بالك هتكون في حاجه في الماسوره. لا لا مقفوله برده متامنه بس ما تضربيش. سخنه قوي. ما تضربيش. لا مش هضرب. خدها. لا مش قادره امسكها. خايفه. اول ما قال لي دي بصحيح. وريني بقى. متعمره؟ اضرب. ايه اضرب وريني. طب دي تخوف 20 بلطجي بقى. تخوف وحلوه وكويسه ومش مؤذيه. بس هي دي لو خبطت فيك المشكله تعمل فيه حاجه. لو حس ان دي صوت يبقى انت كانها بقت عصايه في ايديك. لو لو حس بقى. طيب هو بيعرف؟ طبعا بيعرف. لا لو مفيش حد. اولا هي تقيله جدا زي الداهيه. بس تخوف بتهيألي ترعب برضه يعني. لا هي ليها تأثير. الاول شك ممكن لكن بعد كده اعتقد ان هي تبقى خطرت اكتر. بس انا ساعات اللي هو انا شخصيا يعني معلش سامحوني انا ضد العنف. وانا معاكي تماما. وضد ان اي مواطن يشيل سلاح. انا معاكي تماما. يعني لان لو سمحنا لنفسنا بكده ما تعرفش هتعمل ايه. ده انا مجرد انه قال لي انت شايل طبنجه ليه يا محمود؟ انت يا دكتوره شايل طبنجه ليه؟ انت خايف؟ لا مش خايف. انا من اولا شايل طبنجه من 30 سنه. من 30 سنه؟ حاجه مالهاش دعوه بقى بالثوره ولا الانفلات الامني ولا حاجه. ده كان ليه بقى؟ الاول تهديدات لو حضرتك تفتكري. أيوة. زمان بتوع المخدرات. ايوه تجار المخدرات. ايوه وده كان السبب الاصلي انه يتم استخراج سلاح ليا. وبعد كده بقى في تهديدات جماعات متطرفه دي موجوده على النت يعني. مستحلين دمي وحاجات كده. أيوة. فطبعا الحامي والحارس هو ربنا طبعا. لكن انا اتفرض عليا كده غصب عني. وبتشيلها يوميا من 30 سنه. بس وما بحبش. انا ببقى متضايق وفي البيت بشيل الخزنه بتاعت الرصاص في مكان والسلاح في مكان عشان ادي نفسي بس فرصه افكر يعني. لكن غير كده وانا يعني اتضرب عليا نار قبل كده كتير ومحدش بيشوف الرصاصه وهي جايه عليه. محدش بيشوفها عشان مثلا يعمل كده. لا ما بتلحقش. ما فيش. ما حدش بيحس. انما يعني هو ده الظروف العمل بتاعي. هو عموما السلاح في ايد الافراد خطره اكتر من او ضرره اكتر من فايدته. مفيش كلام. ايوه ده حتى المرخص يعني. حتى المواطن اللي معاه الترخيص بيبقى حريص جدا ان يبقى السلاح يبقى بعيد عن الاطفال. بيبقى بعيد عن متناول ايده. بيشجعه على ان هو يتصرف تصرف احمق. لو معهوش السلاح وبعدين يندم. لو معهوش السلاح في الوقت ده ما كانش تصرف التصرف ده. يعني انا ماشي في عربيه ومعايا سلاحي وحصل اي مشاد. كون ان انا معايا السلاح ده بيشجعني ان انا انزل اتمادى في الخناقه واطلع السلاح واستخدمه. يحصل اصابه واتحبس وارجع اندم. لو فكر لحظه واحده لو معهوش السلاح ده كان ايه اللي حصل؟ تحصل مشاده تشابك بالايدي وخلاص. في كتير مش هيحصل اللي حصل له بعد كده.